ممكن يعني تنطينا فكرة عن المباراة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أنه الشباب قدموا كل ما عندهم في هذه المباراة. كانت نتيجة بالنسبة لنا طيبة، أنه تفقد لاعب أول 10 دقائق من المباراة هذا شيء صعب تمر به أغلب فرق العالم على مستوى أوروبا، أفضل فرق العالم تمر بهذه الظروف. ظروف كانت صعبة بالنسبة للاعبين داخل الملعب. الفريق اليمني ظهر بمستوى طيب، قدم مباراة كبيرة، لكن شبابنا ما قصروا أيضا. أنه من تغير 8 لاعبين إلى 7 لاعبين في التشكيل، أعتقد هذا شيء كبير يحتسب للكادر التدريبي. الحمد لله والشكر قدرنا نتصدر المجموعة بعد ما كان الجميع أنه ما عنده ثقة بالفريق العراقي أنه يتصدر المجموعة. بصراحة تمتلك مجموعة بها قطر والإمارات، عليك أنه تكون فرحان لأن أنت تصدرت المجموعة، لأنه ننتظر الفريق الثاني اللي راح يجي من المجموعة الثانية. أنا متأكد وكل ثقة بالشباب أنه كان تركيزنا أكثر على مباراة الشبونة، لذلك ظهرنا بهذا المستوى. أتمنى من رب العالمين أنه نقدر نوفق في سبيل أنه نقدر نفرح جماهيرنا مرة ثانية. بالتوفيق. شكرا.